كان عامل كبير في المباراة السابقة على اللاعبين عندنا في النادي الأهلي تحديدا. اليوم كان في راحة لبعض اللاعبين، تغيير في بعض الجمل وفي التكتيك، الشيء هذا واضح أنه إن شاء الله أنه بيفيد النادي الأهلي في المباريات القادمة. اللوم علينا احنا اللي الحقيقة ما غابت علينا المناهي القوة اللي متعودين بها، غابت علينا المنسمة اللحمة اللي ما كنا فيها، واليوم أخفيك معنا كثير أخطاء فردية اللي خلت الاهلي ما سمى ياخذ مسمى نتيجه من اول مباراه من دقيقه يظل 17 16، وهذا اللي يمكن سهل على النادي الاهلي. اول بسال كيف المتة؟ لا تمام، المتة رقم واحد، لازم نعدل المزاج قبل كل مباراه. الف مبروك الفوز، الف مبروك عوده عمر السومه وتسجيل هدفين، الف مبروك عوده الروح بعد مباراه الاتفاق. اطلع بالتلفزيون اعرف. حبيب اول شيء الحمد لله على الفوز وثلاث نقاط، يعني الكل عارف الاسبوع الماضي ايش صار معانا، يعني مباراه اخذنا يمكن اول مره تصير معي خلال 5 سنوات، اول مره انا تصير معي اني اخسر فريقي يخسر 6. يعني الحمد لله على كل شيء، اليوم قدرنا نراضي جماهيرنا وان شاء الله راضين بالمباراه الجايه والبعدها. التسجيل يعني يجي لوحده، يعني توفيق من رب العالمين اللي قدرنا اليوم نسجل 5 اهداف، جانين هدفين، انا هدفين، تقربنا من صدارة الهدافين، إن شاء الله نعود جماهيرنا أنه يظل على هذا المستوى ونقدم أفضل.